ابو بدر هذاك سمعت لاعب برازيلي ب 25 مليون دولار، اي رعاه، واي وهذا كيف في اي، مش الراعي اللي غطى هذا المبلغ. بس حتى لو هم ما ادري، حتى لو هذه نطيت انت من الموضوع كذا، ها لا لا تو على كلامك، انا الحين بحط نفسي مكان المشجعين. هم ضامنين كل اللعيبه، اللعيبه فلوسهم موجوده، السابقين الموجودين في النادي تمام. فلما انت تمشي لاعب مثلا مثل ميشيل في يصبح عندك فائض مالي تمام، يجيب فيه لاعب اخر اذا كان في زياده هو يضيفها، النادي يضيفها، او انه من عاد بطريقته. صدقني يا ابو بدر، لجنه الاستقطابات هذه السنه لم تدعم شيء ابد، وليس لديهم شيء ابد، بالعربي كذا ما عندهم دعم جديد لاي نادي كان. حتى الانديه الصاعده خلوهم يتعاقدون بناء على فلوس الاستراتيجيه والدخل اللي يجيهم من الرابطه بس. طيب ايش رايك هم مو قادرين؟ هاني الداود، والله انا بصراحه انا ما اتفق مع ابو بدر، لانه اذا شاهد لا ابو بدر مين اللي هو مين مثلا ابو بدر مين ناصر الهويدر، ناصر مش انت اي ناصر الهويدي ناصر الهويدي اكيد ايوه وضحها لا اكيد اي لا يا ابو بدر، انا اشوف مثلا زي نادي الرياض يعني قبل لا يجيه الدعم اللي انا اعتقد انه وصله الدعم مؤكد، كان تعاقداته مع اللعيبه مو اللعيبه المحليين فقط، اللعيبه الصاعدين. يعني انا اشوف النادي الرياض وقع مثلا مع الموهبه محمد صهلولي، وقع مع مرزوق تنبكتي، يعني كلهم رواتبهم على 40,000 ريال. هذه مداخيل نادي الرياض، هذه الامكانيات اللي يقدر الدنيا عليها. 40,000 ريال صارت قليله، الله يا الدنيا ها. انتوا عايشين بموية البطاطس. ايوه والله 40,000 شوي يقول لك ايوه. فمثلا زي نادي الرياض يعني فجأة بقدرة قادر وجدنا انه وقع مع 8 لعيبة محترفين، وبعضهم اسماء يعني معروفة في الدوري السعودي. من وين؟ من مداخيل نادي الرياض؟ ما اعتقد. كذلك نادي العروبة، الان شفنا نادي الفيحة وقع مع الحارس وقاعد في التعاقدات. فهذه الامور يعني انا اشوفها مستحيل انه كان قادر. يعني تعاقدات نادي الرياض الان انا اعتقد انه في زمن اللي تتكلم عنه يا ابو بدر، انه النصر والهلال والاهلي والاتحاد ما يقدرون يسوون التعاقدات اللي قاعد يسويها نادي الرياض ونادي العروبه بدون الدعم الحكومي. فالدعم الحكومي انا اعتقد انه لا زال مستمر. استاذ هاني، اللي وقع معاهم الرياض منساه ملك للجنة الاستقطاب، حول من نادي الطائي إلى نادي الرياض. توزو ملك للاستقطاب، حول من الحزم إلى 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 الرياض. يا جماعة سليماني، يا جماعة في دوري في الدنيا في لعيبة تبع لجنة الاستقطاب، هذا وين صاير؟ في أي دوري؟ كلهم ملك وين هذا؟ أي دوري؟ أي دوري يعني في إيطاليا ولا في انجلترا واسبانيا عندهم لجنه استقطاب توزع اللعيبه كذا؟ عاد هذا هو نظامنا، هذا نظام الدوري السعودي، في لجنه استقطاب هي تملك الفلوس، هي تملك هذول اللعيبه وتتحكم فيهم. لما يجي منساه بالاخير ما يلعب في الطائف بالاخير. طيب عشان كذا لما الانديه تتعاقد الجمهور يقول لك يا اخي، واحنا اصلا انا شايف الشباب من ورا ياشر يقول هي تراني معاكم في الرياض. هذا موضوع ثاني، هو في لما تدخل في امور كثيره، لكن هذا النظام موجود. هذول اللاعبين، معظم اللاعبين الموجودين في الدوري السعودي هم ملك للجنه الاستقطاب. خليني اضيف لك شيء يا ابو بدر، تخيل انه منساه يطلع من الطائي الى الرياض بدون ولا ريال للنادي، توزو يسحب من الحزم وسليماني الى الرياض بدون، يقول لك هذا ملك لنا احنا كلجنه استقطاب، احنا جبنا لك ولعبناك لعب عندك في أوكي. الدوري العام الان. طيب. انا ممكن اقلها وابيعها. هاني داود، انا لا زلت انا يا ابو بدر اتكلم انه مساله التعاقدات لا زالت يعني في الاخير انه ما لها علاقه مداخيل الانديه. احنا لا زلنا في مرحله يعني وسلي هذا من وين السعودي. وسلي من وين جاي للنصر ذا بهالرقم؟ كلمهم 100 مليون ريال اكيد من الاستقطابات، يعني يعني هذه ما فيها. طيب قول ناصر الهويدي. امكانيات طيب. ناصر الهويدي
لا 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 بغض النظر الأستاذ أبو بدر ناصر الهويدي خبير وممكن عنده معلومات أكثر علاقاته مع الرؤساء رئيس سابق في أندية، لكن أنا أنا أشوفه كرأي جماهيرية أو جمهور، يعني اللعيبة اللي قاعدين نشوفهم في الدوري السعودي أو مثلا زي نادي الرياض اللي تكلمت عنه أنا، مستحيل أنها تكون في الأخير، يعني حتى يتفق معي أبو بدر أنه مش من داخل النادي، بشكل آخر انه اللعيبه اللي قاعدين يحضرون في الدوري السعودي مش مداخل النادي. طيب خلينا يعني انا اعتقد واضح شوف انه يمكن ناصر الهويدي متصل على احد لجنه الاستقطاب وقال لا ابدا احنا ما لنا دخل. طيب تعرف ايش معنات هذا؟ معناته انه الانديه ولجنه الاستقطاب الظاهر في جهه ثالثه تمول، صح ولا لا؟ يمكن يكون في لما يقول لك واحد مو من عندنا مو معناته انه من النادي، ممكن في جهه ثالثه. خل نسمع محمد الخليفة رئيس نادي الخلود